النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تهم حضراتكم، لكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح وكان ابرزها الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل متابعه الخطط المستقبليه لقطاع الطيران المدني، بالاضافه ايضا لاعلان مجلس الوزراء عن الافراج الجمركي عن بضائع بقيمه 1.5 مليار دولار خلال اول 10 ايام من شهر يناير، كما ايضا الاعلان عن مبادره جديده لدعم القطاعات الانتاجيه المتعلقه بالصناعه والزراعه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وخلال الاجتماع وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وده في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، وأيضاً امتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرص ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، وأكد رئيس الوزراء على مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وكذلك زيادة قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. امبارح برضه استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، وأوضح إن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 ولحد 10 يناير الجاري وصلت قيمتها لأكثر من 1.5 مليار دولار. كمان امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، وده لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وده ضمن الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار. أيضاً امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكمان تم استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى. وفي جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها إقامة 84 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية، وتحصين 628 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في البحيرة، وتحويل 52 ألف فدان زراعي لأساليب الري الحديث في الفيوم. أخبار تانية كتير وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي قال فيها المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه تم توريد 39912 طن رز ب 21 موقع لكل من الشركة المصرية للصوامع وقطاع مضارب كفر الشيخ. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة معرض لتوزيع الملابس الجديدة على عدد من الطلاب الأيتام وغير القادرين بالمدارس لتخفيف العبء عن أسرهم والإدخال البهجة عليهم. في السويس قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور إسماعيل الحفناوي إن قسم طوارئ مستشفى السويس العام بيستقبل ما يقرب من 2000 مريض ومتلقي خدمة طبية كل يوم، وأشاد بالأطقم الطبية بطوارئ البطنة وبالعناية المركزة بالمستشفى ودورهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. في المنوفية تم إقامة 84 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. كمان تم توفير 13 سيارة متنقلة لتوريد 1165 طن من الرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر.
في البحيرة أكد الدكتور أشرف محي الدين مدير إدارة الطب البيطري تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وقال إنه تم لحد دلوقتي تحصين أكثر من 628 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وده من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية. في شمال سيناء تم إطلاق مبادرة العريش نظيفة، واللي بيتم تنظيمها بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وهتستمر لحد نهاية شهر يناير الجاري. في الشرقية قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة إن المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة قدمت الخدمات الطبية ل 10,405,586 مواطن متردد عليها خلال عام 2022. في الأليوبية تفقد المحافظ عبد الحميد الهجان مراكز معلومات الشبكات الأرضية بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر بعد تطويرهم وإضافة أحدث الأجهزة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين المترددين على تلك المراكز، مع إنشاء قاعدة بيانات علمية دقيقة للبنية التحتية للمحافظة. في الفيوم أوضح المهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة بالمحافظة إنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم تحويل ما يزيد عن 52,862 فدان لأساليب الري الحديث، وده بهدف المحافظة على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الري.